مراجعة سريعة. يبدو أن شركة أوبو تسعى لتكون أكثر من مجرد شركة منتجة للهواتف الذكية. خلال تواجدنا في معرض MWC في برشلونة، عرضت رؤيتها لمستقبل التصوير في كاميرات الهواتف الذكية بالإعلان رسميا عن أول كاميرا مزدوجة في العالم مع ميزة تكبير Optical Zoom 5X. وتقول أوبو إنها أول تقنية تعتمد على أسلوب المنظار البيروسكوب للكاميرا المزدوجة في الهواتف الذكية عالميا. لكن ماذا يعني Optical Zoom 5X؟ باختصار، هي القيام بالتقريب في الكاميرا خلال التصوير 5 مرات دون أن تتأثر الجودة، مع العلم أن كاميرا آيفون 7 بلس تحتوي على ميزة التكبير مرتين 2X. وسوف تمكن هذه الميزة المستخدمين أيضا من التمتع بإمكانية تثبيت فائقة للصورة مع الحفاظ على نحافة الهاتف ووزنه الخفيف، بسبب أن العدسات الجديدة أنحف من العدسات الحالية 10%. أوبو تقول إن العمل على التقنية الجديدة أخذ جهدا بشريا حتى يتم التوصل إلى تقنية لوز الزوم الجديدة، والتي تمنح المستخدمين تقريب 5X، وهذا يعني أن الصورة ستبقى حادة وخالية من التشويش بعد التقريب، لتمكنك من التقاط صور بتفاصيل دقيقة وجودة عالية حتى إذا كانت المسافة بعيدة. وعملت شركة أوبو على حل مشكلة الاهتزازات الناتجة عن تكبير الصورة من خلال الاعتماد على تقنية المثبت البصري OIS لتوفير الاستقرار عند التقاط الصور ومقاطع الفيديو. وتضم الكاميرا المزدوجة بتقنية التكبير 5X أكثر من 50 مكونا تم ضغطهم في وحدة بسمك 5.7 ملم. أوبو لم تعلن موعدا رسميا لظهور هذه التقنية في هواتفها الرائدة، ولكن من المنتظر أن نجدها قريبا في أحد هواتف الشركة، والتي من المتوقع أن تكون في سلسلة هواتف F الشهيرة. ولم تكشف إذا كانت ستبيع هذه التقنية للشركات الأخرى أم ستكون حصرية لها، لكن ما يأمله المستخدم ألا يساهم ذلك برفع أسعار الهواتف أكثر من سعرها الحالي.